الصحبية أجمعين. أعظم الهدايات على الإيمان هداية يضيفها الله عز وجل في قلب عبده، وهي الهداية إلى الإسلام. وحتى تعلم أنت أيها المبارك يا من تجلس أمامي نعمة الله عز وجل عليك، انظر إلى مثل هؤلاء الذين اليوم قد ولدوا، اليوم قد ولدوا، وأنت بحمد الله سبحانه وتعالى قد ولدت في الإسلام. احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. اليوم نزف لنا إخوة قد دخلوا في دين الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على الحق حتى الممات، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى والوالدين والوالدين. وأشهد أن محمد رسول الله.